بالغشاء العصبي اللي هو بنسميه الفاشة، وهذه الفاشة متصلة مع بعض، فاشة القدم متصلة مع فاشة الساق عضلات السماني، وفاشة عضلات السماني متصلة مع الفخذ، والفاشة تاعت الرجل كلها متصلة مع الفاشة تاعت الظهر، والفاشة تاعت الظهر متصلة مع الفاشة تاع الجمجمة. يعني كل الجسم متصل من ببعض في هذه الشبكة اللي بنسميها الغشاء العصبي المحيط في كل العضلات، مش بس العضلات، الفاشة موجودة ومحيطة في القلب، الفاشة محيطة في الرئتين، الفاشة محيطة في عضلات الحجاب الحاجز، وعضلات الحجاب الحاجز يعني التنفس مشبوك بالقلب من ناحية الفاشة. يعني إذا عضلة الحجاب الحاجز بتنزل لتحت مع عملية الانقباض بتشد القلب لتحت معها بسبب ارتباطها في هذه الأغشية العصبية. القصد من الموضوع إنه الأكزيما منتشرة وبشكل كبير وأسباب كثيرة وعلاجاتها كثيرة ومتنوعة، إذا بدنا علاجات نهائية من الطراز الأخير. أما تكون لي وجبة وجبتين وصفة وصفتين لعلاج حالات زي هيك ما في. في أول شيء زي ما حكينا لكم ابتعدوا عن الخبز والحليب والجبنة والمكسرات. المكسرات كلها بروتينات وزيوت ثقيلة وممكن تعمل تحسس ولو إنها كويسة وأوميجا 3، بس ممكن الناس بيكونوا متحسسين. فهذا المنع لمدة 3 شهور فقط عبين ما نقدر نتحكم في الأعراض ونسيطر عليه ونقوي جهاز المناعة ونقوي حالنا من الحساسية. ما بنلحق كل ناموسة تكرسنا يصير في عنا حالة من الأكزيما، ما بنلحق إنه جهازنا المناعي يكون ضعيف بحيث حتى البكتيريا اللي هو موجودة على الجلد وبشكل طبيعي ومتعايشين معها، في بكتيريا جيدة وفي بكتيريا سيئة على جلدنا وبتغذوا على هالجلد الميت وبساعدونا على تنظيف نفسنا، ديتوكس داخلي وخارجي. هلا هذه البكتيريا نفس البكتيريا تقريبا اللي موجودة في الكولون، يعني النظام الحيوي اللي موجود على الجلد هو نفسه اللي موجود في داخل الكولون، هو اللي نفسه اللي موجود في داخل كل الأغشية المخاطية، أغشية الرئة، الأغشية المغطية للجيوب الأنفية للحلق، الأغشية المغطية للجمجمة للدماغ والخلايا العصبية في الأغشية السحالية، الإم الحنون والإم الجافية، هذه كمان جزء من منظومة الأغشية كلها اللي محيطة في الأعضاء المهمة في الجسم. فالموضوع مركب. اللي معني تفضل أول شيء بلشوا في الممنوعات وبعدين بندخل شغلة شغلة في محاصرة هذا المرض، محاصرته وتقوية جهاز المناعة وتنظيف الكبد وتنظيف الرئتين وعمل تنظيفات كاملة للجلد كامل، تقشير لإزالة السموم من كل الطرق اللي بنقدر نزيلها. هي كثرة السموم وتراكمها هي اللي بتسبب كل أنواع الحساسيات ومنها الحساسية الجلدية اللي هي الأكزيما. فالطريق الوحيد لأن أرجع للوضع السابق وما يكون في عندي أكزيما ولا أكون حساس إني أمشي فيها خطوة خطوة، الكولون، الكبد، الرئتين، الكلى، الجلد، الطحال، الجلد مرتبط في الطحال، الجلد مرتبط في الكبد، الجلد مرتبط في الرئتين، والجلد مرتبط في الكولون، والجلد مرتبط في إيش كمان، في الغدة الكظرية زي ما حكينا، الاسترس بسبب أكزيما، يعني نظام متشعب. والجلد ما هو إلا مرآة فقط للي بيحدث من جوا، والعلاجات 80% أكترها بيكون داخلي وليس فقط على منطقة الجلد. نراكم غدا لنقاش أكتر وموضوعات أكتر عن علاجات متكاملة خطوة خطوة كيف نتخلص من الأكزيما، وأفضل المراهم اللي نوضعها خارجيا من اللي بتجيب نتيجة أسرع شيء.
تحياتي لكم، سلامات، تصبحون على خير.